من دلايلها من
المجلس القديم ويشبه كثيرا المجلس الحالي. هذا هو الراديو المذياع القديم جدا. الراديو القديم جدا المذياع. أمجاد تقرا ومسموعة ومرية يا سيرة تنتج الراوي بضايلة أسرى بيوت الشعر معنى وقبية تصر بيوت بعيني وداها زرا الدولة اللي على التوحيد مبنية الله على من أجل إسلام جابنا دعوة نبي الله إبراهيم علي ابن راغد عيش هذه من دلائلها من يوم صقر الجزيرة حط كرسية توحدت لو تارت لك بايلها جامع السيف خيالة ورجلية بالعلم والسيف نور فكر جاهلة حتى تارك على مبدا وساطية بسماحة الدين بانت في تعاملها على مزيد وسائل الإضاءة القديمة حلي قديمة أمجاد تقرأ ومسموعة ومرية يا سيرة تنتج الراوي بضايلة أسرى بيوت الشعر معنى وقبية تصر بيوت بعيني وداها زرا الدولة اللي على التوحيد مبنية الله على من أجل إسلام جابنا دعوة نبي الله إبراهيم علي ابن راغد عيش هذه من دلائل لأبواب المخازن والعدد والآلات القديمة جدا تقرا ومسموعه ومرية يا سيرة تنتج الراوي بضايلة أسرى بيوت الشعر معنى وقبية تصر بيوت بعيني وداها زرا الدولة اللي على التوحيد مبنية الله على
غرفة النوم أو مكان النوم، حيث الفراش والأدوات. والمرآة والثياب المعلقة، كرسي ومهد للطفل، طاولة صغيرة. هيكل جمل صغير. يا مجد الإسلام يا فخر العروبية.
سعودية الدولة اللي لها مجد يمثلها أمجاد تقرا ومسموعة ومرية يا سيرة انت جزر ويفر